مساء الخير عليكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في لايف جديد. حكايتنا النهارده يا جماعه حكايه ليها العجب، زي ما معودكم كل حلقاتي اللي انا بزعلكم. بسبوسه. الحكايه النهارده حكايه بسبوسة. غريبه. شايفين بسبوسة. الشاب ده، الشاب ده يا جماعه بيجي كل يوم في المقابر هنا علشان ياكل المخلوقات اللي ربنا خلقها او الارواح الجميله دي. زي ما انتم شايفين القطط والكلاب بينتظروه في كل حته علشان خاطر ياكلهم. تامر بيجي كل يوم هنا، مش هنا بس، يعني هو بيعدي على مناطق كتير جدا بتبقى جايه في طريقه علشان ياكل القطط. في علاقه غريبه ما بين، بصوا يا جماعه، الحيوانات بتيجي من كل حته. في علاقه غريبه جدا بتبقى موجوده ما بينه وما بين الكلاب والقطط. فين يا جماعه؟ القطط بتستقبله استقبال غير طبيعي يعني. تامر، انا عايزك تقول لي انت بتعمل الموضوع ده كل يوم؟ كل يوم 15 سنة. عملنا لقاء قبل كده وقلت لك 15 سنة. بقالك 15 سنة؟ 15 سنة بتأكل القطط والكلاب دي هنا بس ولا في حتة تانية؟ لا، ده انا هنا، ده اللي هنا ده مش حاجة. اللي انت شايفه ده مش حاجة، يعني اللي احنا شايفينه ده كده لسه ايه؟ حاجة. مش هو العدد ال لا 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 المطلوب. لا هنا ولا حاجة. لا انا قلت لك لو عايز تعمل فيلم ذات نفسه هوريك فيلم عالمي. تامر، انت بتعمل كده ليه طيب؟ ايه يا باشا؟ يعني انت ايه اللي يخليك تعمل كده؟ والله يعني حسيت يعني ان الشيء ده محتاج ان احنا نساعده. يعني حاسس يعني ان احنا متجاهلين زياده عن اللزوم. حاسس ان احنا مفضلين نفسنا عليه. مش موجود. مفضلين نفسنا عليه. يعني ايه مفضلين نفسنا يعني عليه؟ يعني احنا وبس. يعني انت كبني ادم عايز يبقى انت وبس على الدنيا، مفيش غيرك. يعني شايف ان احنا بنتعامل مع الحيوان ده ايه؟ شايف ان احنا بنتعامل مع الحيوانات ده معامله مش كويسه يعني؟ لا مش كويسه طبعا. لما تموتوا كلاب والكلاب تتسم، فاهمني؟ لما الكلاب تتسم بدون اي اذى والكلام ده، ولو كلب عضك مثلا، عضك ليه؟ ما بتسالش نفسك السؤال ده؟ طب انا الكلاب كلها اللي في المنطقه لما بتشوفني بتجري عليا ليه؟ احنا عايزين نعرف عشان خاطر بحسن عليهم. ما بتغباش عليهم. انت كبني ادم لو مشيت بحدفك بطوب والكلام ده غصب عنك في مره هتيجي تاكلني. اكيد هتعمل فيا حاجه، ما انا ماشي باذيك بره يا باشا. بيحسنوا على الحاجه دي عندهم، معلش في الكلمه، بني ادم قصاد بني ادم عادي يعني، يتخانقوا ويعملوا. هو ده بيدافع عن، يعني كبني ادم انا هدافع عن نفسي. لكن ده مؤاخذة في الكلمة، بتغدر بيه انت كده، يعتبر بتغدر بيه لما تحط له سم في الاكل وترموله. طب ما انا عندي مؤاخذة في الكلمة ان انا احط مؤاخذة اكله اللقمة دي اللي انا بدل ما احط له فيها السم هيشيلها لي، بدل ما هيجري ورايا زي ما انت بيعضني. لا، هي بعد كده هيبقى يعتف عليا.